بيقولوا الست العذراء وهي في رحلة الهروب لما جت لأرض مصر وعدت ناحية البدرشين كده وهي جاية من خط قبل يعني جنوب البدرشين بحوالي 30-40 ميل. القصة اللي بقولها دي موجودة في كتب المقريزي وده راجل مسلم كاتب التاريخ، يعني انا بقول القصة وبقول الايه المرجع بتاعها. بيقولوا الحتة دي كانت حتة خلة، وبينما ماشيه العائلة المقدسة طلع راجل زنجي اسود شكله كده يعني شرير، بص لقى راجل عجوز 95 سنة وعروسة أمورة راكبة حمار ومعاها طفل وأمورة وجمالها رائع وواحدة تانية شايلة أف على دماغها. فالراجل طلع زق الراجل العجوز كركبه على الأرض. الست اللي ماشية معاهم اللي هي سالومة القابلة أو الداية اللي كانت والدت الست العذراء ورفقتها في الرحلة شافت كده رمت الأفة وحطت ديلها في سنانها وإيه وجريت، جه عند الست العذراء زقها من على الحمار، فهي طبعا بوطت في ابنها. بيقول الراجل المؤرخ انه قومها وشقلها الهدوم، طبعا هو طمعان فيها، فهي سترت نفسها بابنها وقالت للراجل هو انت ايه، انت اتجننت، روح ربنا يوقف نمو ايدك ويوقف نمو عقلك. بيقولوا ان ايديه عارفين فردة الكاوتش لما بتفس يخش فيها مسمار يحصل لها ايه، تفس كده. بيقولوا ايديه بدت تفس فرجعت زي ايدين طفل، بيقولوا ايديه بدت تفس فرجعت زي ايدين طفل ما يقدرش يمسك حاجة يحطها ببقه، وان تاب بنوبة جنون مصحوب بالبكاء فقد ايه عقله، انه قد يوقف ايه عقلك وايديك اللي زقها بيه. بيقولوا فضل يعيط يعيط، طبعا مشيت الست العذراء وسطرت نفسها وتلم الشمل وفضلت ماشية وسابوا الراجل ده يبكي لمدة 18 سنة لغاية ما مات. في الحتة دي، حتة دي كانت خلا، حتة دي كانت خلا، حتة دي كانت خلا، حتة دي كانت خلا. حاولوا ياخدوا الراجل ده من المكان ده ما قدروش، مجنون، فكانوا يرموله لمؤاخذة الأكل، فكان يوطي ببقه يلتقطه زي البوبي. وطبعا في الوقت ده كانت مصر القديمة تتكلم الفرعونية، فكانوا يقولوا ايه، شفت الراجل اللي بيعمل ايه بيعيط.